تم التأكيد خلال الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الوطني 12 للإعاقة 2021 المنظم من طرف المركز الوطني محمد السادس للإعاقة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم التأكيد على أن المركز يهدف إلى أن يكون رافعة علمية وأداة دعم فني ولوجستيكي ومالي بفضل شراكته المهيكلة مع تحالف الجمعيات العاملة في التوحد. اليوم أهم شيء يميز هذه المحطة هو أننا في الوزارة أصدرنا بلاغ مفصل اللي فيه جميع المنجزات، وأهمها اليوم هو المجهود الكبير الذي يبذل على مستوى التربية الدامجة في إطار يعني اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية، وكذلك في إطار يعني صندوق دعم التماسك الاجتماعي اللي اليوم كاين دعم مهم جدا للمراكز اللي كتهتم بالأشخاص في وضعيات إعاقة لمجال إدماجهم يعني في الوظيفي. وفي هذا السياق هذا وصلنا الى دعم ديال 169 مليون درهم في 2020، وكنعتبروه مهم جدا. المركز الوطني كيسعى من خلال هذا المنتدى باش يسلط الضوء على اشكاليه اضطرابات طيف التوحد ويعني والعواقب ديالها على الاسر والمجتمع وعلى المصابين هما نفسهم. وفي هذا الاطار غادي نشتغلوا مع الشركاء ديالنا في المنتدى باش نتقاسموا عده تجارب ناجحه في عده دول. اضطرابات طيف التوحد تخص حوالي 400 ألف شخص في المغرب وأسرهم، فالتوحد يؤثر في سن مبكرة على قدرات الأفراد في مجالات التواصل والتفاعل الاجتماعي ومجالات السلوك. هذه السنة كيتناول القضية ديال التوحد، وهي قضية مهمة جدا لأنها تهم آلاف الأسر المغربية والأشخاص ذوي التوحد، وبالتالي غادي يكون خلال يومين غيكون تدارس المناهج الكفيلة بتحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي التوحد. واللي مهم في هذا اللقاء هو هذه الشراكة المؤسساتية بين المجتمع المدني والقطاعات الحكومية. يروم هذا المنتدى الذي تم خلال افتتاحه الرسمي تسليم شواهد لفائدة خريج التكوين المهني 2019-2020، يروم توعية وتعبئة مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين من أجل تعزيز حقوق الأشخاص التوحديين.